شكرا على هذا السؤال. انا بعدا فرحان وجد فرحان المشاركه ديالي غتكون في هذه الدوره ديال الموازين ديال هذه السنه هذه، وغادي نقدم ما احسن عندي ان شاء الله، باش نتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجمهور المغربي اللي تعود على الاستاذ عبد العزيز دائما بواحد الحراره بواحد بزاف الاشياء اللي كنقدم ليهم وبزاف الانماط، هادشي باش معروف الاستاذ عبد العزيز. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن مع جميع المغاربه، واكيد لان الاستاذ عبد العزيز تعودوا عليه جميع المغاربه بديك الشكل ديالو والاغاني ديالو الجميله. هذا هو اللي كاين. ما عمرني سمعتكم قلتوا هذه القضيه هذه ديال الاستاذ عبد العزيز، ما عمرني سمعتكم درتوا شي خراجات في حق الاستاذ عبد العزيز بانه حقق هدر. انا ما عمرني حسبت، بالعكس كتكون المشاركه ديالي كنجي نشارك ما كنحسبش. نتوما اللي خصكم تحسبوا هاد الحوايج وتعرفوهم وتقولوا كلمه في حقي مشكورين ياك ولا لا، هذه مزيانه خصكم ديروها. ما باش نحسب انا شحال جا ولا شي حاجه، ما نقدرش نحسب وما عارفش شكون اللي حط اللي حطم الركور مثلا، ما عمرني عرفتها. كيقولوا هكا وصافي استاتي جاوا الناس جاوا هذا هذا، لان كيشكل ليا كان يعني كتزاد فيا واحد لينير كيعطيني الجمهور واحد لينيرجي اللي هو كيخليني باش نعطيه داك ما عندي، يعني كنعطيه اجمل ما عندي. وبالفعل حتى الجمهور دابا ولا كيحس بيا كيتجاوب معايا باش نعطيه ما عندي. ونتمنى ان شاء الله كما سنوات اللي مرت غتكون المشاركه ديالي ان شاء الله، نتمنى انا ان شاء الله تكون حسن او تكون بحالي بحال جميع الفنانين اللي دازوا. هذا هو اللي كاين. حنا الحمد لله اللي كانت المشاركه ديالي انا شرف ليا اللي هو شاركت هاد السنه هذه في الموازين، وتنشكر الصحافه الوطنيه انتم اللي غتوصلوا الميساج ديالنا اكثر ان شاء الله، ومشكورين وتبارك الله عليكم.